FM. الكلمة ليك. ما زلنا نحكيه على اجتماع وثيقة قرطاج 2 واجتماع البارح. شنية مخرجاته؟ شنو تداعياته؟ هل مازال موقف على ما هو عليه؟ معنا عماد الخميري ناطق رسمي باسم حركة النهضة. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك ومرحبا بمستمعي كتفان. مرحبا. يبدو أن الوضع قعد كما هو لكن مع تغيير في موقف حركة النهضة تجاه حكومة يوسف الشاهد، بما أنه طلبتوا من يوسف الشاهد أنه ما يترشحش في 2019، لماذا؟ على كل هو ما فماش تغيير في موقف النهضة. النهضة باقية على فكرة الاستقرار الحكومي وترى في الاستقرار الحكومي مصلحة وطنية، وهذا ما عبرنا عليه البارحة وحاولنا أن نقنع به بقية الأطراف. وعلى كل نحن نعتبر الاجتماع اللي وقع امبارح إيجابي، لأنه فيه استئناف للحوار والمشاكل السياسية في البلاد لا يمكن حلها إلا من خلال العودة إلى مائدة الحوار. أي. ونعتبر لحضور رئيس الحكومة البارح في الاجتماع نقطة إيجابية، لأنه في اجتماعات وثيقة قرطاج 2 كانت تدار الحوارات والنقاشات حول الحكومة تقييما لأدائها سلبا وإيجابا دون أن تكون الحكومة حاضرة. وأنا أعتبر لدعوة رئيس الجمهورية البارح لهذا الاجتماع الجديد من نوعه واستئناف الحوار بطريقة جديدة، لأن الأطراف المدعوة هي رئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، سبع مؤسسات معناتها، حركتي النهضة والنداء واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الشغل. يعتبر نقطة إيجابية من خلالها نحاول قدر الإمكان أن نعود للحوار وأن نجد مشاكل للوضع السياسي الصعب الذي تمر به البلاد. لكن تشبث كل طرف بموقفه، يعني تفضل. فيما يتعلق بالنقطة دعوة السيد يوسف الشاهد إلى عدم الترشح في انتخابات 2019، الحقيقة هذه نقطة كان متفق حولها في نقاشات قرطاج 2، وما فيهش خلاف أنه الحكومة هم حكومة سياسية وغير معنية بالتحقيقات الانتخابية القادمة حتى تنكب على معالجة أوضاع البلاد الاقتصاد الاقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن كل تجاذبات وبعيدا عن كل طرف اهتمام. ورئاسة الحكومة ما موقفها من هذا الموقف متاعكم انتوما؟ يعني كل هذا هو موقفنا نحن في النهضة. لا معك، أما في الكواليس يعني في داخل الاجتماع السياسية، ولكن كما قلت لك نحن نأمل أن النقاش هذا يفضي إلى حلول قريبة. ونحن كنا أيضا رئيس الحركة دعا إلى تسديد الشغور الموجود في هذه الحكومة وتسديد الشغور وعرضه على البرلمان، وهي نقطة قد تكون فيها بداية لحل الأزمة الموجودة من خلال معنى اختبار مدى وجود سند برلماني وسند سياسي حول حكومة السيد. سي عماد، يعني دعوة الشاهد إلى عدم الترشح ل 2019، هل سبقتها مشاورات مع رئيس الحكومة؟ هل حكيتوا في الموضوع؟ هل فما توافق حول هذا الموقف؟ على كل الحديث موجود، وأنا نقدر اللي سيد رئيس الحكومة راغب في أن يتوجه إلى المرحلة القادمة بكل جهد فيه إرادة لحل مشكلات البلاد، خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وخاصة على مستوى إعادة توازنات المالية للدولة. ونعتقد أن الحكومة معناها حريصة على أنها تكون مهتمة اهتمام كبير بكل ما هو تصريف يومي لحياة التونسيين والتونسيات وتحسين أوضاعهم المادية والاقتصادية، بعيدة عن كل ربما ما يشوش على هذا الاهتمام وعلى هذا الأداء. يعني هو موافق مبدئيا على هذا التمشي؟ على كل يسر رئيس الحكومة في ذلك. ما نحكي لك مع التشاورات اللي صارت معنا، هو فما حديث مازال في البداية نتاعه، ونأمل إن شاء الله أنه معناها يقع استئنافه ويقع اتفاق حول ربما أهم النقاط اللي تخلينا نتجاوز هالوضعية السياسية الصعبة اللي تمر بها البلاد. وقتاش يتم الحسم في الموضوع هذا في النقطة الأخيرة متاع وثيقة قرطاج 64؟ مازال حوار موجود على كل، ومازال الحقيقة ما فماش اتفاق حول هالنقطة هذه بين المكونات الاجتماعية والسياسية. مازال موقف معناتها الاتحاد متشبث بموقفه برحيل الحكومة، معناتها قصدك هذا هو؟
الاتحاد اليوم طالب البارح بأنه معناها يستقيل السيد رئيس الحكومة أو أنه يعرض حكومته على ثقة. ونحن نعتبر على كل هذا الموقف فيه تطور على الموقف القديم للاتحاد عن توصيل شو. حركة النهضة ما موقفها من دعوة الشاهد إلى الاستقالة أو إلى ذهاب إلى البرلمان، وهذا في تصريح في حوار بيجي قاعد تبسي الأخير؟ نحن مع الاستقرار الحكومي عبرنا على هذا الموقف، ومع الاحتكام أيضا للآلية الدستورية، إذا كان فما آلية دستورية يمكن الاحتكام إليها لما لا. معناش شو معناها آلية دستورية؟ آلية دستورية ما فما حد ينجم يرغم رئيس الحكومة أنه يمشي للبرلمان، ولكن إذا كان أراد هو سيد رئيس الحكومة أن يعرض حكومته على ثقة له ذلك بالأحكام الدستورية، والأحكام الدستورية نحن معنا حارتين على احترامها إذا كان فما آلية ينبغي أن تشغل وتفعل. الفصل 99 سي عماد، الفصل 99 دستور، الفصل 99 دستور هو آلية دستورية تنجم تفعل المسألة هذه معناتها من قبل رئيس الجمهورية. قلت لك هما الآليات الدستورية يبقوا هما الآليات المعتمدة في آخر المطاف لإيجاد الحل ومخرج لهذا الموضوع، ولكن أنا أعتقد اللي الحوار والنقاش هو لإيجاد التوافق السياسي ولإيجاد الأرضية المشتركة حتى يقع تمرير أي آلية دستورية يمكن تفعيلها. شكرا لك عماد الخميري، أنا أتقرأ اسمي باسم حركة النهضة على قبولك الدعوة بالهاتف. الكلمة ليك